نبدأ احنا كلامنا اللي هيبقى اول حاجة فيه عن الانفراريد سبكتروسكوبي. والانفراريد دي زي ما احنا اتفقنا بتبقى حاجة مهمة جدا في التعرف على الفانكشنال جروبس اللي موجودة في اي اورجانيك كومباوندز. فكرة الانفراريد باختصار بسيط جدا، اي اورجانيك كومباوند عبارة عن اتومز متصلة ببعضها عن طريق روابط او بونز، كوفالنت بونز مينلي. فلما انا بعرض الاورجانيك كومباوند بتاعي ده الى انفراريد راديشن بيبدأ يحصل ستريتشنج للروابط اللي بين الاتومز دي. ولنفترض ان الرابطه دي كده مثلا بتاعت او اللي موجوده ما بين التو اتومز دول في الاكوليبريم، يعني في حاله السكون، بيكون هو ده الطول بتاعها وبنشبهها بسوسته كده او زومبورك. فلو افترضنا ان هما كده، فلما الرابطه دي تتعرض لانفراريد راديشن يوم يبدا يحصل لها ستريتشنج زي ما حضرتك بتشد السوسته كده، فبتبعد بقوه معينه وبمسافه معينه معتمده مينلي على السبرينج فورس او على قوه الرابطه في الاساس. وبعد كده يحصل لها ريليز وكمبريشن، تبدا يقربوا من بعض وهكذا. فتلاقي الحركه طول ما هم بيتعرضوا للانفراريد راديشن عمالين يبعدوا عن بعض ويرجعوا يقربوا لبعض تاني وهكذا، لحد ما حضرتك تبطل الانفراريد راديشن فيوصلوا لمرحله الاكوليبريم او السكون مره ثانيه. فالفكره ان الجهاز بيبدا يقيس عند اي تردد او عند اي انرجي حصل ستريتشنج للرابطه الفلانيه، ويبدا يترجم لي بقى والله ده حضرتك لو لقيت ان حصل ستريتشنج مثلا عند تردد كذا يبقى ده معناه ان في مجموعه مثلا كربونيل موجوده في المركب بتاعك سي دبل بوند، ولو حصل ستريتشنج مثلا عند تردد كذا يبقى انت عندك مثلا كربون كربون تريبل بوند وهكذا. يبدا من خلال الديتكشن للاستريتشنج المختلفه دي يديني فكره عن نوع الفانكشنال جروبس او نوع الروابط اللي موجوده في المركب بتاعك. طيب منطقه الاي ار بقى اللي هي بيبقى الطول الموجي بتاعها الويف لينث بتاعها بيتراوح من 2.5 ل 25 مايكرو متر، وما بنستخدمش احنا الويف لينث في قياساتنا، ولكن بنستخدم بدلا منه حاجه اسمها الويف نمبر اللي هو مقلوب الويف لينث اللي هو السنتيمتر ماينس 1 اليونت بتاعته، وبالتالي بيكون الرينج بتاعه من 4000 ل 400 سنتيمتر ماينس 1. والويف نمبر ده هو اللي احنا بنستخدمه في التشارتس بتاعتنا بتاعت الاي ار بدلا من الويف لينث. هنعرف ليه كمان شويه صغيرين خالص. يبقى الويف نمبر ده هو مقلوب الويف لينث اللي هو 1 على اللامدا، وما ننساش ان التردد بيساوي اصلا سي على لامدا، بيساوي سرعة الضوء اللي هي 100,000 كيلومتر في الثانية مقسومة على لامدا الطول الموجي. وبما اننا لسه حالا قايلين ان الويف نمبر ده اللي هو النيو داش ده هو مقلوب الطول الموجي، يبقى انا ممكن بمنتهى البساطة اقول ان التردد بيساوي الويف نمبر مضروب في سرعة الضوء. يعني هتلاقي دايما ان العلاقة طردية وليست عكسية، العلاقة طردية ما بين التردد وما بين الانرجي مع الويف نمبر، ودي ميزة برضو مهمة جدا ان العلاقة تكون طردية. طب شكل الاي ار شارت بيبقى عامل ازاي؟ شكلها بالمنظر اللي حضرتك شايفه كده. بيبقى في عندي هنا البيز لاين، وعلى المحور مع المحور الافقي ده كده اللي هو الويف نمبر بتاعي اللي هو قلنا اليونت بتاعته سنتيمتر ماينس 1، واللي هو مقلوب الطول الموجي تمام. وعلى المحور الرأسي بيبقى البيرسنت ترانسميتنس. البيرسنت ترانسميتنس دي اللي هو كمية الضوء او النسبة المئوية للضوء اللي هيعدي من خلال
العينة مش هيحصل له absorption. يعني لو جيت حضرتك بصيت كده مثلا هنا البيز لاين ان هو عند absorption اللي هو عند transmittance 100%، يبقى في المكان ده كده مثلا اللي هو transmittance 100% كل الراديشن اللي عدى من خلال السامبل كله عدى، مفيش حاجة بتوصل خالص من العينة، مفيش حاجة absorb من العينة. انما مثلا لو جيت تبص لي الباند اللي هنا دي عند ترانسميدنس تقريبا يعني مثلا 5%، يبقى ده معناه ان 5% فقط من العينه من الضوء اللي وقع على العينه او من الراديشن اللي وقع على العينه 5% ترانسميدد، 5% عدى، واللي يمتص كام في الميه او اللي حصل له ابسوربشن كام في الميه؟ 95%. فهمت؟ فهي علشان كده البيكس بتطلع تحس انها مقلوبه، فهي ترانسميدنس اللي بيعدي اللي فوق المية في المية هو ده اللي هو كل اللي هو بيعدي كله اللي هو الانفراد اللي انت عديته على العينة كله عدى، مش حاجة منه ابسورب. لكن اللي بيبقى ترانسميتنس كل ما بيزيد كل ما معناه ده ان حصل ابسوربشن للانفراد عند المنطقة دي او عند التردد ده او عند الويب نمبر ده. طيب التشارت دي لو حضرتك بصيت عليها كده هتلاقي ان احنا ممكن نقسمها لجزئين مهمين قوي قوي قوي، تقريبا من قبل ال 1500 ومن بعد ال 1500. ايه بقى المنطقتين دول؟ المنطقه دي كده اللي هي من قبل ال 1500 اللي هي هنا اهو كده تقريبا، المنطقه اللي هنا دي كلها كده بنقول عليها حاجه اسمها الفينجر برينت ريجن. فينجر برينت ريجن دي بيبقى صعب الانتربريتيشن بتاعها، صعب اترجمها، يعني صعب اقول ان البيك دي بتاعت كذا والبيك دي بتاعت كذا والبيك دي بتاعت كذا والبند دي بتاعت كذا وهكذا، انا اسف يعني. فعشان كده هي بيقول عليها فينجر برينت ريجن اللي هي بتبقى مميزه لكل مركب، وبتبقى حاجه عامله زي البصمه كده، يعني المنطقه ده هي في كل مركب بتبقى حاجه منفرده مش متشابهه مع اي مركب تاني. لكن من بعد ال 1500 دي بقى بيقولوا عليها اسمها الدياجنوستيك ريجن، دياجنوستيك ريجن اللي هي بتبدا تظهر فيها الفانكشنال جروبس المختلفه اللي موجوده في كل مركب، وهي دي بقى اللي تهمنا احنا اللي احنا هنستخدمها في التعرف على المجموعات الوظيفيه او على الفانكشنال جروبس اللي موجوده في المركبات اللي احنا هنقابلها. لحد كده كلام جميل. عايز يعني ابرر لك او اشرح لك احنا ليه بنستخدم الويف نمبر على المحور الافقي اللي هو من 400 ل 4000 ده، وليه ما استخدمناش مثلا التردد، ما استخدمناش الانرجي، ما استخدمناش الويف لينث طول الموجي. اشمعنى يعني الويف نمبر؟ يعني هو بمنتهى البساطه لان استخدام الويف نمبر بيوفر لي وايد رينج من 400 ل 4000، فبيبقى سهل قوي ان انا البانس تبقى بعيدة عن بعضها وتفرق عن بعضها وابدأ اعرف افصلهم عن بعض بأريحية. ازاي يعني؟ هنا كده مثلا جايب لك بعض من اشهر الروابط اللي احنا ممكن نقابلها في الـ IR spectroscopy، بدءا من اللي هو الهاي اند بتاعتي اللي هو من اصغر حاجة خالص اللي هو الـ 500 اللي على اليمين خالص لحد اللي على الشمال خالص اللي هي الـ 4000. فمثلا السي او بتبان عند 1100 تقريبا، السي دبل بوند سي بتبان عند 1600 وشويه تقريبا 1650 مثلا، الكربونيل في رينج ال 1700، وليكن الاو اتش عند 3500 مثلا. يعني شايف الفرق في الارقام عامل ازاي؟ ده فرق كبير، فرق في الارقام فرق كبير ميات. تخيل بقى لو احنا اشتغلنا مثلا بالويف لينث بالطول الموجي، عارف اللي على اليمين خالص هيبقى 20 واللي على الشمال خالص 2.5، شايف الرينج كام؟ من 20 ل 2.5. شايف البنز نفسها تطلع عند كام؟ 9 6 5 3، فروقات قليله قوي، حاجه متعبه جدا فعلا في الايدنتيفيكيشن والديتكشن. طب لو شغال بالتردد برضو الرينج قليل قوي، الرينج قريب من بعضه. طب لو شغال بالانرجي برضو الرينج، شايف الرينج كله قريب من بعضه. علشان كده دايما في الاي ار تشارتس بيبقى الاستخدام في المحور الافقي هو الويف نمبر، والويف نمبر ده ميزته ان هو بيديني وايد رينج للديتكشن، وبيبقى بيعمل لي سيبريشن كويس جدا للبانز علشان اعرف اكشفها بسهوله واعرف اكشف عنها بسهوله جدا من غير اي مشاكل.
ايه استخدامات الاي ار؟ مينلي ان انا اعرف الفانكشنال جروبس، ده هيساعدني طبعا في الاستراكشر اليوسيديشن، ان انا اتعرف على الاستراكشر. ممكن اتعرف على المركبات زي المثال انا قلته لك اللي هو بتاع الاجهزه المحموله دي اللي هي تحليل المخدرات وهكذا. ممكن حاجه لو للناس المتخصصين شويه يبدا لو هو بيعمل تفاعل معين مثلا، وليكن مثلا انت عندك حمض وتعمل له استريفيكيشن، تبدا تشوف البروجرس بتاع الرياكشن ده من خلال تغير مجموعه الكربوكسيليك اسيد جروب الى استر جروب مثلا يعني، او ان انت تكشف عن امبيورتيز. تمام. احنا قلنا في كلامنا ان المركبات الاورجانيك لما تتعرض ل اي ار فايبريشنز، لاي ار اسف راديشنز، فهيبدا يحصل لها فايبريشن. وكنا قلنا ان مينلي نوع الفايبريشن الرئيسي اللي هيحصل هو ستريتشنج، لما شبهنا الروابط ب السوستة او السبرينج يعني. وفعلا عندنا في الدياجنوستيك ريجن هنا اللي هي مينلي كل الاسترتشنج فايبريشن سليم بتحصل فيها، بيبقى في عندي نوعين من الاسترتشنج. ممكن يبقى وليكن لو احنا هندرس مثلا جزيء زي جزيء الميه كده مثلا، يبقى حاجه اسمها سيمتريك استرتشنج، لما يبقى الرابطتين دول بيتشدوا لبره في نفس الوقت، يعني الاثنين بيتشدوا في وقت واحد ويرجعوا يتضغطوا في وقت واحد، فده بنقول عليه حاجه اسمها سيمتريك استرتشنج. وممكن عكسه يبقى حاجه اسمها اي سيمتريك ستريتشنج، يعني في الوقت اللي الرابطه دي بتتشد فيه مثلا تكون الرابطه دي بتنضغط فيه وهكذا، الرابطه دي تتشد وتكون الرابطه دي بتنضغط وهكذا، يبقى ده اللي اسمه الستريتشنج. وعاده هو ده اللي هيهمنا، هو ده اللي هيظهر في الدايجنوستيك ريجن. النوع الثاني اللي هو هيبقى اقل اهميه بالنسبه لنا في دراستنا شويه، اللي هو اسمه البندنج فايبريشن. البندنج فايبريشن ده اللي هو ان الرابطه زي ما هي كطول لكن بتتحرك. الحركه بتاعت الرابطه دهيا كده ممكن تبقى ان بلين، يعني في نفس البلين، في نفس البلين دي زي روكينج، عامل زي مساحات العربيه كده، يعني يجوا هنا هما الاثنين وبعدين يجوا هنا هما الاثنين وهكذا. او ممكن يبقى سيزرينج، عاملين زي المقص، يعني يقربوا لبعض ويبعدوا عن بعض، يقربوا لبعض ويبعدوا عن بعض وهكذا. دول بيكونوا ان بلين، يعني هما في نفس البلين بتاع الورقه اللي حضرتك شايفها دي كده مثلا. لكن ممكن يبقى اوت اوف بلين. اوت اوف بلين ازاي؟ يعني الذره دي مثلا تقوم جايه مقربه ناحيتك شويه، وفي نفس الوقت تقوم دي تبعد عنك شويه، فده بيقول عليه اسمه واجنج. او هما الاثنين اسف ده كده بيبقى الاثنين بيقربوا مع بعض او الاثنين بيبعدوا مع بعض، ده اسمه الواجنج. او ممكن الواحده منهم تقرب والثانيه تبعد، او دي تقرب والثانيه تبعد وهكذا، ده اللي هو اسمه تويستنج. يبقى الاوت اوف بلين قد يكون واجنج، الاثنين يجوا مع بعض او الاثنين يبعدوا مع بعض، ده اللي هو اسمه الواجنج. الثانيه اللي هو واحده تقرب والثانيه تبعد، واحده تقرب والثانيه تبعد، ده اللي هو تويستنج. الان بلين قد يكونوا روكينج او سيزرينج زي المقص. يبقى دي كلها انواع مولكيولر فايبريشنز. طيب لو جينا نشوف ايه هي المناطق المختلفة في الشارت بتاع الاي ار اللي هي هتهمني ان انا ابقى عارفها كلها ايه. هتيجي تبص كده هتلاقي ان الفينجر برينت ريجون ده هيا بيبقى فيها مينلي الروابط اللي ما بين الكربون والاتومز التانية، سينجل بونز اللي ما بين الكربون مثلا والكربون، او اللي ما بين الكربون والاكسجين، او اللي ما بين الكربون والنيتروجين. يبقى دي كلها كده ايه هي الفينجر برينت ريجون، اللي هي بيبقى يعني اللي فيها الكربون، كربون سينجل بوند او كربون اكسجين او كربون نيتروجين. نيجي بعد كده بقى في الدياجنوستيك ريجون، عندي ثلاث مناطق مهمين قوي. منطقه تقريبا من 1600 لحد 1850، ودي بتشمل الدبل بوند، سواء كربون كربون دبل بوند او كربون نيتروجين دبل بوند او كربون اكسجين دبل بوند. يبقى دي المنطقه اللي هي من 1600 الى 1850. شايف الفرق؟ احنا بنتكلم في فرق 250. تخيل بقى لو كنا بنشتغل بويف لينث كان هيبقى من 5.5 ل 6.5 تقريبا،
فهمت؟ بدأت تفهم شوية احنا ليه اخترنا الويف نمبر؟ عشان تديني رينج واسع، تبدأ البانز تفصل عن بعضها، يبقى الموضوع سهل شوية بالنسبة لي. بعد منطقة الدبل بوند وتقريبا من عند 2100 لحد 2300 تقريبا، المنطقة الزرقاء دي اللي هي منطقة التريبل بوندز، كاربون كاربون تريبل بوند وكاربون نيتروجين تريبل بوند. بعد كده على شمالها كمان وتقريبا من عند وليكن من 2700 تقريبا لحد 3500 تيجي بقى هنا منطقة الزد اتش، يعني الحاجات اللي متصلة بهيدروجين زي كربون هيدروجين زي اكسجين هيدروجين زي نيتروجين هيدروجين، يبقى دول كلهم هيبقوا في المنطقة اللي هي الاخضر الفاتح دي. بصة تانية كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بصة تانية اكثر تفصيلا شوية على شكل الشارت بتاع الاي ار والمناطق المختلفة اللي بتكون فيه، زي ما اتفقنا قبل ال 1500 ده كده اللي هي الفينجر برينت ريجن، اللي هو غالبا بالنسبة لنا احنا كطلبة هي مش هتفيدنا قوي. هركز اكتر على الدياجنوستيك ريجن اللي هي بيبان فيها الفانكشنال جروبز، وكنا قلنا ان انا في عندي ثلاث مناطق اساسيين. المنطقة الاولى منطقة الدبل بونز اللي هي تقريبا من 1600 ل 1850، المنطقة الثانية منطقة التريبل بونز اللي هي تقريبا من 2100 ل 2300، المنطقة الثالثة اللي هي منطقة الزد اتش او الكربون هيدروجين او اكسجين هيدروجين او نيتروجين هيدروجين. بس انا عايز تركز معايا شوية في الحتة دي لان هي حتة مهمة جدا وبتتكرر كتير قوي almost في كل التشارتس اللي حضرتك هتشوفها بتاعت الاي ار، لان مينلي احنا عندنا الاورجانيك كومباوندز كلها مينلي يعني هي بتتكون من كربون هيدروجين، فبالتالي السي اتش ستريتش ده هو مهم قوي 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 ان انت تبقى مركز فيه. ازاي يا سيدي؟ انا عارف ان انا عندي الهيدروكربونز هي ثلاث انواع رئيسيه، الكين او الكين او الكين. طيب ده مثال الالكين اهو، والبروتون ده او العلاقه اللي ما بين البروتون والكربون اللي جنبه ده مثال من امثله الالكين سي اتش. البروتون هنا متصل بذره كربون مشبعه ساتوريتد الكايل كربون، دي بيكون التهجين بتاعها اس بي 3، دايما الرابطه اللي بين البروتون واس بي 3 كربون بتلاقيها على طول تبان قبل ال 3000، على طول على يمين ال 3000 عند حوالي 2900، يبقى دي البيك اللي هي مكان البيك بين البروتون او الهيدروجين مع ذره كربون اس بي 3. طيب لو في الكين وبنتكلم على رابطه بين هيدروجين وذره كربون اس بي 2 اللي هيقولوا عليها الكينايل كربون، دي البيك بتاعتها والبند بتاعتها تظهر على طول بعد ال 3000، على شمال ال 3000 على طول عند حوالي 3100. طيب امال لو الكاين كربون بقى اللي هو رابطه ما بين هيدروجين وكربون اس بي اللي هي يعني عامله تريبل بوند مثلا، فبالتالي الالكاين كربون دي او الرابطه دي تظهر عند 3300. شوف اهو في الثلاث حالات اللي باللون الازرق دي كربون هيدروجين، بس هنا الكربون اس بي 3 تظهر قبل ال 3000 على طول حوالي 2900، هنا الكربون اس بي 2 يبقى الرابطه تظهر بعد ال 3000 على طول حوالي 3100، هنا الكربون اس بي يبقى تظهر عند حوالي 3300. يبقى ده بالنسبه للكربون هيدروجين بوند. طيب بالنسبه للاكسجين هيدروجين بوند بتظهر في الرينج اللي من حوالي 3200 ل 3400. بعد كده النيتروجين هيدروجين بوند تظهر في الرينج اللي من حوالي 3300 ل 3500. يبقى هو الرينج ده اللي باللون الازرق ده رينج الاو اتش، اللي باللون الفايلت ده تقريبا يبقى في ده رينج الان اتش، واللي باللون اللي هو الثلاث مناظر دهم اللي هو البلون الاسود دول
ده اللي هي البيكس او البانز بتاعت الايه سي اتش. انا لازم المنظر ده كده يبقى في دماغي، منطقه الدبل بوند، منطقه التريبل بوند، وبعدين منطقه الزد اتش. زد دي شيلها وحط مكانها كربون، شيلها وحط مكانها هيدروجين، اسف كربون نيتروجين او اكسجين يعني. انا ضد الحفظ، واحنا دايما عندنا مشكله في الحفظ. طيب لحسن الحظ يعني ولرحمه ربنا بينا ان في قانون، احنا نقدر عن طريق القانون ده ان احنا نحسب المكان اللي هو مكان الويب نمبر اللي هيظهر عنده البند بتاعت اي رابطه في الحياه. ازاي يا سيدي؟ قال لك ان الويف نمبر، الرقم اللي هو السنتيمتر ماينس 1، الرقم اللي هيظهر عنده البند بتاعت اي رابطه نقدر نجيبه من المعادله دي، 4.12 مضروبه في جذر كي على يو. واحده واحده عليا كده وركز معايا. الكي ده هو حاجه اسمها الفورس كونستنت، وده مقياس لقوه الرابطه. وزي ما احنا عارفين ان الرابطه التريبل اقوى من الرابطه الدبل، اقوى من الرابطه السنجل، طبيعي يعني. دي مربوطه بثلاث روابط، الذرتين دول بثلاث روابط، ذرتين برابطتين، ذرتين برابطه واحده، اكيد التريبل اقوى من الدبل، اقوى من السنجل. والحسن الحظ برضو الحمد لله ان لما بيجي نعوض في قانون رقم سهل قوي يتحفظ. فرقم الكي، رقم الفورس كونستانت ده هو بالنسبه للسنجل بوند 5×10^5، اضربه في 2 يقوم يدي لك رقم الكي بتاع الدبل بوند اللي هو 10×10^5، اضرب رقم السنجل في 3 يدي لك الكي بتاعت التريبل بوند اللي هو 15×10^5. كلام عظيم قوي. يعني انا لو بكلمك مثلا عن رابطه ما بين سي واتش، تقوم تحط الكي ده هو لان دي سنجل بوند، هتحط الكي 5×10^5. طب لو بكلمك ما بين على كربونيل جروب سي دبل بوند او، دي رابطه مزدوجه، رابطه دبل، يبقى هتحط الكي بكام؟ 10×10^5. طب لو بكلمك على السيانو جروب اللي هي السي تريبل بوند ان، دي رابطه تريبل اهي، يبقى تحط الكي بكام؟ 15×10^5. يبقى ده حلو قوي، ده بالنسبه للكي. حلو الكلام. فاضل لي ايه علشان اعرف اللي هي اليو؟ حاجه اسمها ريديوسد ماس للتو اتومز. ايه ريديوسد ماس دي يا سيدي؟ ليها برضو طريقه سهله قوي تحسبها. قال لك ريديوسد ماس لرابطه ما بين ذرتين ام 1 وام 2 بيساوي ام 1 في ام 2 على ام 1 زائد ام 2. ايه يا عم الام 1 وايه الام 2 دي؟ دول اللي هم الاتوميك ويتس بتاع الذره الاولى والذره الثانيه. يعني مثلا حضرتك عارف ان الاتوميك ويت بتاع الهيدروجين 1 والاتوميك ويت بتاع الكربون 12 والنيتروجين 14 والاكسجين 16. يبقى لو انا مثلا عايز اجيب الريديوسد ماس لربطه ما بين كربون وهيدروجين، كربون ب 12 والهيدروجين ب 1، يبقى اضرب 12 في 1 على 12 زائد 1 يعني 12×13، وشوف الرقم طالع كام وحطه هنا اهو في المقام بتاع الكسر ده. طيب رابطه ما بين كربون كربون مثلا وليكن دبل بوند، عادي مفيش مشكله، مش فارق معايا هنا دبل ولا تريبل ولا سنجل، الدبل والتريبل والسنجل بتفرق في قيمه الكي، لكن هنا في ريديوسد ماس كربون كربون دبل بوند، يعني رابطه ما بين ايه؟ ذرتين كربون. حلو، يبقى ام 1 ب 12 وام 2 ب 12. حلو يا سيدي، حط هنا يبقى 12 في 12 144 على 12 زائد 12 24، يبقى 144 على 24. خلاص تمام، شوف الرقم طالع لك كام وتجيب الجذر بتاعه بعد ما تقسم الكي على يو ده، هي تجيب الجذر بتاعهم تضربه في 4.12 يطلع لك الرقم اللي المفروض يظهر عنده البند اللي انت بتتكلم عنها دي. حلو الكلام. طيب ايه يعني ميزه القانون ده؟ ليه انا بشرحه لك؟ ليه انا بشرحه لك؟ يعني مثلا رخامه حمل زياده عليك؟ لا خالص طبعا، ده القانون ده انت لو حفظته بسهولته دي كده، افرض انت يا سيدي في الامتحان ونسيت رينج اي رابطه معينه، بمنتهى البساطه
بالقانون ده تقدر تجيب لنفسك الرينج ده اللي هو بيبقى تقريبي يعني عند تقريبا كذا. لو حسبت السي اتش مثلا تلاقي تقريبا عند 3030 ولا حاجه. ماشي صح. هتيجي تبص في الشارت هتلاقي في نفس الرينج تقريبا يعني. فيبقى القانون ده هو ميزته ان انا يساعدني لو نسيت ارقام البانز اللي انا حافظها. طبعا هي بتكرار الامثله وتكرار الحل اوريدي هتلاقيك حفظتها، لكن يعني ده يساعدني. وطبعا القانون ده له اشتقاق، بس يعني انا حبيت ان انا ما اتعرضش للاشتقاق بتاعه علشان من يعني الدنيا ما توسعش مننا يعني. فبس نبقى عارفين ان الويف نمبر بيساوي 4.12 من 100 جذر كي على يو. كي اللي هو الفورس كونستانت، وشفنا القيم بتاعته ثابته في اي دبل او سنجل او تريبل، ملهاش علاقه برابطه بين مين ومين، هي لها علاقه بنوع الرابطه دبل ولا سنجل ولا تريبل. وشفنا اليو اللي هي ريديوس ماس، وبنجيبها ازاي ام 1 ام 2 على ام 1 بلس ام 2. بعد ما اشوف الشارت بقى بتاعت الاي ار بتاعتي دهيا، هبدا ادور على الفانكشنال جروب المختلفه. تمام. ولازم اكون حاطط في دماغي ان اللي هيظهر في الاي ار شارت هي البولر بونز بس، مش النون بولر. يعني لو انا افترضت مثلا رابطه ما بين سي دبل بوند ودي رابطه بولر، تظهر في الاي ار. لكن مثلا يعني رابطه ما بين اتنين كربون في الايثين مثلا، لا لا مش هتظهر، هي رابطه نون بولر. مفيش فرق في الدايبول مومنت ما بين الناحيتين ما بين الذرتين، فبالتالي الرابطه دي مش هتظهر. يبقى بيظهر عندي فقط في الاي ار البولر بونز. طب بخصوص الكربون كربون ستريتشنج، احنا اتفقنا ان الكربون كربون سنجل بوند لا، ده دي بتظهر في الفينجر برينت ريجن. اسف، دي بتظهر في الفينجر برينت ريجن، خلاص ملهاش اهميه قوي بالنسبه لنا. طب الكربون كربون دبل بوند، لان الرابطه دي اقوى شويه فالرقم بتاعها زاد شويه. فاكر الكي، فاكر الفورس كونستانت اللي هو كان هنا 5 في 10 اس 5، لكن هنا 10 في 10 اس 5، وهنا 15 في 10 اس 5. خدت بالك الدنيا بدات تربط ببعضها ازاي؟ فبالتالي الدبل بوند هنا اقوى شويه من السنجل، تظهر عند 1650 تقريبا. تريبل بوند اقوى بقى منهم هما الاثنين، تظهر في رينج 2200. تمام. وخلي بالك ان هنا بتبقى ويك او ابسنت لو انترنال. يعني ايه لو انترنال؟ يعني لو هي تريبل بوند في وسط المركب، لان هي البولاريتي بتاعتها هتقل قوي لو هي في وسط المركب. انما لو هي تيرمينال، يعني لو هي في اخر المركب خالص وشبكه في هيدروجين كده، في كربون 9 منهم شبكه في هيدروجين والكربونات الثانيه شبكه في بقيه المركب، لا دي اللي هي هتبان بوضوح يعني. طب خلي بالك بقى، ما انت عمال تتكلم عن قوه الرابطه وعمال تقول ان كل ما الرابطه تكون اقوى كل ما هتظهر عند رقم اعلى، والعكس صحيح، ان الرابطه لما بتضعف ما الرقم بتاعها بيقل. طب معلش بقى، بخصوص الكربون كربون دبل بوند، عايزك تعالى كده بص في الثلاث معلومات المهمين قوي دول. الثلاثة يخصوا مين؟ يخصوا الكربون كربون دبل بوند اللي احنا قلنا ان الرينج الطبيعي بتاعها عند 1650. خلي بالك لو هي ايزوليتد، يعني ايه ايزوليتد؟ يعني مفيش جنبها حاجة تساعدها انها تعمل ريزونانس. يعني الرابطة البيضة اهي واقفة في مكانها، الالكترونين بتوع الرابطة البيضة دول واقفين في مكانهم، مفيش جنبهم اي مكان تاني يقدروا يروحوا له، مفيش جنبهم ملاهي يروحوا يلعبوا فيها. لو هي ايزوليتد بالمنظر ده، الرينج بتاع ال 1650 تمام زي الفل، مفيش فيه اختلاف. طب لو كونجيجيتد، كونجيجيتد يعني مثلا دبل سنجل دبل، لو هي مثلا دبل سنجل دبل دبل سنجل دبل، دي اسمها كونجيجيتد. طب الكونجيجيشن ده بيعمل ايه؟ الكونجيجيشن ده من خلال اللي احنا اخدناه قبل كده في اورجانيك 1 كان معناه ان الباي الكترونز بتوع الرابطه بيتحركوا مش ثابتين في مكانهم. طب دي يعني 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 دي حاجه في مصلحه الرابطه دي؟ هي في مصلحتها كاستابيليتي، لكن في قوه بقى هل هي كده اقوى ولا اضعف؟ لا طبعا هي كده اضعف. ما هو الباي الكترونز دول مش ثابتين في مكانهم، فبالتالي هم يعتبروا اضعف من اللي بيبقوا ثابتين في مكانهم. تقوم الكونجيجيشن ده ينزل لي الرينج شويه، شوف بدل ما كانت في رينج 1650 تقريبا
الرينج نزل شوية اكتر، بقت في تقريبا 1620. طب لو اروماتيك، اروماتيك يعني زي حالة بنزين مثلا، اضعف واضعف. ده الباي بوند بتوع حلقة البنزين دول لو تفتكروا كده، الباي الكترونز بتوع حلقة البنزين ده، دول كنت حتى بشبههم ليكم بالملاهي، قاعدين يلفوا مش ثابتين خالص في مكان. ده معناه ان برضه الدبل بونز دي هتبقى اضعف كمان من لو هي كونجوجيتد عاديه في مركب يعني اي سايكليك، يعني مركب مفتوح، يعني تقوم تظهر تقريبا عند 1600. فيبقى ناخد بالنا ان الكونجوجيشن بيقلل الرقم الطبيعي اللي المفروض الرابطه تظهر عنه. طيب لو تفتكر كده الرابطه بتاعه السي اتش، رابطة السي اتش ده هي كنا قلنا بتعتمد على الكربون تهجينها ايه. لو هي اس بي 3 اللي هي تبان قبل ال 3000 على طول حوالي 2900، لو هي اس بي 2 تبان بعد ال 3000 على طول اللي هو حوالي 3100، لو هي اس بي تبان عند 3300 تقريبا. طب ما تيجي نشوف كده تطبيق على الكلام ده. ده الكين عادي خالص اهو، اللي هو الان هيكسين الكين، مفيش فيه اي مشكلة، الكين عادي جدا. الالكين ده يا سيدي تعال نبص بقى، واحنا اتفقنا ان من اول ال 1500 هو ده اللي انا عايزه منك، هو ده اللي انا عايزك تبص عليه. اللي قبل ال 1500 ده لا معلش ما تبصلوش دلوقتي. طب ايه نوع الروابط اللي موجودة في المركب ده اللي هو الهكسين؟ هتلاقي كده هي كل الروابط يا اما كربون كربون عاديه خالص اللي هي بتبان في الفينجر برينت ريجون مالناش دعوه بيها، لكن من الدايجنوستيك ريجون هتلاقي السي اتش بس، مفيش حاجه تانية اكتر من كده في الدايجنوستيك ريجون. عشان كده بص من اول 1500 اهو اللي هو من هنا لحد هنا، الحاجه الوحيده اللي ظاهره فين؟ قبل ال 3000 على طول اهي، قبل ال 3000 على طول اللي هي بتاعت مين؟ اللي هي هيدروجين شابك في كربون اس بي 3 صح اهو، قبل ال 3000 على طول. طب تعالى كده تعالى اوري لك كده الكين وتشوف ايه الفرق ما بين الالكين والالكين. ده كده مثلا تيرمينال الكين، يعني في دبل بوند في احدى طرفي المركب. تعال نبص كده ايه اللي زاد من هنا لهنا، هو ده هيكسين انما ده كان هيكسين. بص يا سيدي في الحته بتاعت السي اتش، ما هو في هنا مثلا دي سي اتش والاتش هنا مرتبطه بايه؟ اس بي 3 كربون، وكل دول اس بي 3 كربونز برضه. فبالتالي عادي جدا الباند اللي المفروض تظهر قبل ال 3000 على طول اللي هي قلنا في رينج ال 2900 دي، اللي قبل ال 3000 على طول اهي اللي هي زي دي كده، موجوده هنا يا سيدي تمام حلو قوي. لكن يزيد عندي هنا بقى ان عندي الكربون دي والكربون دي اس بي 2، فبالتالي هيزيد عندي البيك بتاعه الهيدروجين اللي مع الكربون اس بي 2 اللي هي كنا بنقول بعد ال 3000 على طول لحوالي 3100 اهي. شفت ظهر عند ايه؟ بنقول حوالي 3100 اهي، شفت ظهر عند 3080. البند دي كده ما كانتش موجوده هنا اهو، تمام حلو. يبقى ده اول فرق طلعته عندي نتيجه ايه؟ نتيجه الهيدروجين مع الالكين كربون مع الاس بي 2 كربون. طب مش انت عندك هنا برضو كربون كربون دبل بوند اهي وترمينال اهي، واللي احنا كنا بنقول ان هي الرينج بتاعها المفروض في حوالي 1650، او حتى كنا مدينها وبنقول من 1640 لحد 1680، وهي خصوصا كمان ان هي ايه؟ ان هي ايزوليتد يعني ما هيش كونجوجيتد مع حاجه. يبقى المفروض هتظهر عند كام؟ تظهر عند 1642 اهي، اللي هي فرنج اللي احنا قلنا عليه، او اللي هي بنقول عليها حوالي 1650 اهي، كربون كربون دبل بوند. طب ما تيجي نشوف بقى كمان الكاين. ادي يا سيدي مثال على الكاين اهو، وهناخد مثالين لتو الكاينز، واحد منهم تيرمينال الكاين اللي هو كربون كربون تريبل بوند دي في طرف المركب خالص متطرفه، يعني في واحده من الاثنين كربون عليها اتش. والمثال الثاني مثال على سيمتريك الكاين او سنترال الكاين اللي هو التريبل بوند فيه بتكون في وسط المركب واللي على يمينها زي اللي على شمالها. تعال نشوف الفرق بينهم ايه.
اول حاجه هنا في الدايجنوستيك ريجن اللي هي من بعد ال 1500. تعال نطلع البنز اللي فيها واحده واحده كده ونشوف كل واحده دي بتاعت ايه. اول حاجه ظاهر عندي بند عند 2119. طيب احنا كنا بنقول ان رينج التريبل بوند من 2100 ل 2300 تقريبا يعني، او 2250 ولا 2260. طيب بص هنا بقى يا سيدي، يبقى دي كده البند اللي ظاهره بتاعه الكربون كربون تريبل بوند، اهي كربون كربون تريبل بوند الرابطه دي. كلام جميل. بعد كده هل عندنا حاجه في منطقه الدبل بوند؟ لا، هنا مفيش. طيب في منطقه السنجل بوند عندي نوعين، عندي هيدروجين شابك لكربون اس بي 3 وعندي هيدروجين شابك في كربون اس بي. طب ده يظهر فين؟ اهو اللي قبل ال 3000 على طول، اللي هي حوالي 2900 اهم، نفس البند اللي فات واضحه خالص. طيب والرابطه دي اللي هي من الهيدروجين والكربون التريبل، اللي هي الهيدروجين والكربون الاس بي، عند حوالي 3300 اهي. شايف منظرها عامل ازاي؟ شارب بيك ظاهره عند حوالي 3300 اهي، دي اللي هي بتاعه الهيدروجين اللي متصل بالاس بي كربون. طب ده اللي هو الوان اوكتاين. طب ما تيجي نشوف الفور اوكتاين اللي هو كنا بنقول عليه سيمتريك الكاين بقى، وبرضه نبدا نبص من اول الايه، من اول الدايجنوستيك ريجن اللي هي من اول 1500. طيب عندنا هنا يا باشا الكربون كربون تريبل بوند. بس فاكر لما كنت بقول لك ان الكربون كربون تريبل بوند ايه ده؟ ده فاضيه، ده مش موجوده، مفيش هنا اهو. ما هو فاكر لما انا كنت بقول لك ان علشان الرابطه من دول تبان لازم تكون بولر، يعني لازم يكون في اختلاف في الدايبول مومنت ما بين الاثنين كربون دول. صح. طب هل هنا في اختلاف؟ ده الكربون دي متصله باتنين ميثيلين وواحده ميثايل، والكربون دي متصله باتنين ميثيلين وواحده ميثايل. ده ما فيش اي في اختلاف في البولاريتي ما بين الاثنين كربون دول، ده فرق البولاريتي صفر. علشان كده الرابطه دي لانها سيمتريك مش هتبان خالص عندك هنا. طيب الحاجه الثانيه، هل عندي هنا هيدروجين متصل بالكربون دي او بالكربون دي اللي هم الاس بي كربونز؟ مفيش. يبقى عشان كده شايف هنا في الحته بتاعه ال 3300 برضه فاضيه وما فيهاش حاجه. امال ايه دول؟ ده دول عادي يا عم، ده دول اللي هم الهيدروجين اللي شبه في الكربون الاس بي 3، زي الهيدروجينات دي وزي الهيدروجينات دي وزي الهيدروجينات دي وزي الهيدروجينات دي، هم دول الوحيد اللي ظاهرين. عارف لو جيت تفكر كده تقارن ما بين الشرط دي تلاقيها تحسها كده شبه الشرط بتاعت الالكين اللي كانت في الاول. علشان كده برضو الاي ار ليميتد، يعني ما يقدرش يعمل لي تحديد الاستراكشر بنسبه 100%، لا هو له استخداماته المعينه، ولازم ابقى عارف هو المركب اللي انا عايز اكشف عليه بالاي ار ده، هل الفانكشنال جروبس اللي فيها تساعدني ان هي تظهر فيه الشارت بتاع الاي ار ولا مش هتظهر. تمام تمام. نشوف بقى الحاجة اللي بعد كده. برضو في منطقة السنجل بوند زي ما احنا اتكلمنا على الكربون هيدروجين بوند، عايز بقى اتكلم برضو على الاكسجين هيدروجين والنيتروجين هيدروجين بوند. الاكسجين هيدروجين زي ما كنا قلنا قبل كده تظهر تقريبا في الرينج بتاع يعني حوالي من 3200 ل 3400، والان اتش تظهر يعني شويه بعدها حوالي من 3300 3400 3500 كده، بس في اختلاف ما بينهم. هنلاقي ان الاو اتش دايما بتاعه الالكول دي بتبان برود، او اتش سواء بتاعه الكول او اس بتبان برود، وبيبقى ليها راوندد تب، يعني بتبقى شبه كده مثلا. خدت بالك يعني الكيرسر ده اتحرك ازاي؟ هنشوف امثله عليها يعني. المهم انها تبقى برود، كل البيكس اللي احنا شفناها لحد دلوقتي كانت يعني بيبقى ليها شارب، بتبقى مدببه كده يعني، لكن الاو اتش بتبقى برود. تبقى شارب امتى؟ تبقى شارب لو ما بتعملش هيدروجين بوند. يعني افهم من كده ان سبب ان هي بتبقى برود ان هي معرضه قوي انها تعمل هيدروجين بوند. وطبعا الهيدروجين بوند ده بيضعف الرابطه، الاو اتش نفسها بيضعفها.
هو بيقوي المركب اه، لكن هو بيضعف الرابطه نفسها بتاعت الاو اتش، وهو ده السبب انها بتبقى برود. طيب لو مش هيعمل هيدروجين بوند، لو الاو اتش دي اي ظرف من الظروف يعني هيخليها ما تعملش هيدروجين بوند نتيجه وليكن مثلا ستيرك هندرنس، في اعاقه فراغيه، جزيء زحمه شويه، فمش عارف مش عارف الاو اتش دي تقرب من او اتش بتاعت جزيء تاني، فمش هيعمل هيدروجين بوند. في الحاله دي تبان شارب. تمام. طيب ده بالنسبه للاو اتش، هنشوف الامثله حالا. طب بالنسبه للان اتش، والله الان اتش بتاعت الامين مثلا لو هي السكندري امين يعني هي ان اتش، فدي بتظهر شارب وبتبقى وان سبايك يعني بيك واحده او يعني باند واحده شارب. طب لو هي ان اتش 2 تظهر بتبقى يعني برضو عريضه شويه، بس هي شارب برضو يعني يعني شارب ليها بوز مدبب كده يعني، بس تو سبايكس بقى ما هياش وان سبايك. طيب لو هي ان يعني ار 3 مثلا زي تيرشري امين، طبعا هنا مفيش ان اتش اصلا يعني مفيش هيدروجنز، فبالتالي خلاص مفيش النوع ده من الروابط مش هيظهر عندي في شارت بتاعت الاي ار. طب ما تيجي نشوف كده امثله. ده مثلا وان بيوتانول مثال على الكو. طيب من بعد ال 1500 ادي ال 1500 اهي، اللي قبل كده قلنا الفينجر برينت ريجن ما تشغلش دماغك بيه معايا. اللي من بعد ال 1500 بص شايف الحلوه الجميله بتاعتنا اللي هي قبل ال 3000 على طول اهي، اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت السي اتش. اه ما هو هنا في سي اتش وهنا في سي اتش. تمام. طب الاو اتش دي شايف برود ازاي؟ علشان حضرتك دي بتعمل هيدروجين بوند، فبالتالي علشان كده بتوسع بالطريقه دي، بتضعف وبيبقى رينج كبير بتاعها، يعني شايف تقريبا ماسكه من اول تقريبا 3000 لحد وليكن مثلا 3500، ده رينج عالي برضه. وهو سبب كده الهيدروجين بوند اللي بتختلف باختلاف التركيز وباختلاف كميه الماده اللي مستخدمينها اصلا، عشان كده بتبقى برود بالطريقه دي، ودي حاجه مميزه جدا لشكل البيك بتاعه الاو اتش. تعال نشوف سكندري امين. سكندري امين هنا اهو، ده زي الدايبروبيلامين اليفاتيك امين، في نوعين من الروابط، الروابط اللي هي ما بين الكربون والهيدروجين، والكربون اس بي 3 قبل ال 3000 على طول اهي. طيب وفي عندي نوع تاني اللي هو الان اتش، اه برود برضه اهي، بس طبعا ما هيش برود زي الاو اتش، في نفس الوقت ما هيش انتنس قوي زي الاو اتش، لان برضو الرابطه ما بين النيتروجين والهيدروجين بتبقى اضعف من الرابطه ما بين الاكسجين والهيدروجين نتيجه اختلاف الالكترونيجاتيفيتيز ما بين النيتروجين والاكسجين. بس شايف حضرتك علشان دي ان اتش بس، فبيظهر لها وان سبايك اهي، ظهر لها وان سبايك حوالي 3300 كده تقريبا. طب ما تيجي نشوف لو برايمري امين عامل ازاي، زي مثلا التو ميثايل بنتين دايامين اهو، في مجموعتين ان اتش 2 ان اتش 2 شايف ظهره 2 سبايكس اهي، 2 سبايكس يعني بسنتين كده، وبرده برود برده اهيا، وفي الرينج بتاع حوالي 3300 كده. امال دول اللي قبل ال 3000 على طول مين؟ هيدروجين والكربون اس بي 3 حفظناها والله. طيب في حاجه ثانيه في ال 1500؟ لا شكرا خلاص فيش، ما تشغلش دماغك بقى باللي هنا ده، انا اهم حاجه عندي سي اتش والان اتش 2 والان اتش 2 2 سبايكس. وبعد اذنك ركز معايا قوي في النقطه دي، هو التو سبايكس دول مش ظاهرين علشان هما 2 اتش يعني بقى، فالثانيه يعني ان اتش في اتش واحده يبقى سبايك واحده، لا هو باختصار بسيط جدا علشان ان اتش 2 فبيبقى في حاجه اسمها سيمتريك واي سيمتريك ستريتشنج، النيتروجين مع الاثنين اتش اللي عليها ممكن الاثنين اتش يبعدوا في نفس الوقت ويقربوا في نفس الوقت، فده اللي هو بنقول عليه سيمتريك ستريتشنج، اللي هو بيبقى محتاج انرجي اقل شويه من الاي سيمتريك ستريتشنج، اللي هو بيكون فيه
التو هيدروجنز واحده فيهم تبعد عن النيتروجين في الوقت اللي تكون الهيدروجين الثانيه بتقرب، والعكس صحيح. ده بيحتاج انرجي اعلى شويه علشان كده هو بيبان في السبايك الثانيه دي. فيبقى تو سبايكس دول سببهم في حاله ال NH2 سببهم بيبقى ايه؟ سببهم السيمتريك والاي سيمتريك ستريتشنج اللي بيحصل لل N و2 هيدروجينز. تمام؟ يبقى ده كده شفنا البرايمري امين بيكون عامل ازاي. طب ما تيجي نبص بقى على اخر حاجه مميزه عندنا اللي هو ومن اهم برضو الحاجات، يعني من اهم الفانكشنال جروبس اللي هنقابلها في الاي ار، وبتبقى حاجه مفيده قوي 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 ان احنا نميزها ونكشف عنها بالاي ار، اللي هي الكاربونال ستريتشنج زي الكيتونز والالدهايدز والكربوكسيليك اسيدز الى اخره، مهمين قوي 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 قوي، وبيبقوا في رينج عالي جدا اللي هو من حوالي 1650 ل 1850. وفي هنا معلومه باللون الاصفر هقولها لكم وخليها كده في على جنب كده في دماغك، اللي هي بتاعه الالدهايدز، بيبقى السي اتش بتاع الالدهايدز ده بيظهر بيبقى بيديني 2 سيجنالز كده عند حوالي 2700 و2800. هنشوفهم دلوقتي، بس خلينا الاول نشرح بالتفصيل كل نوع من انواع الكاربونال كومباوندز ونعرف الفرق بينهم ايه. دي كده يعني ملخص تقريبا. طيب ما تيجي بقى نشوف كده امثله على الكاربونال كومباوندز اللي احنا اتكلمنا عنها دي دهيا. طب ده مثال كده ليه حاجة مركب اسمه 2-هيتانون، وده مركب من عائلة الكيتونز. كاربون الجروب دي كيتون اللي احنا كنا مذاكرينها من شوية صغيرين، المفروض يظهر عند 1715. تعال نبص كده ونشوف في الدياجنوستيك ريجن ظهر معنا ايه. هنا من بعد ال 1500 ادي شارب بيكا هيا عند 1718، وشارب شايفين قوية ازاي؟ طبعا لان البولاريتي بتاعت السي دبل بوند او زي ما اتفقنا بتبقى بولاريتي عالية، علشان كده بتلاقي الباند اللي طالعة دي بتبقى طالعة انتنس كده شوية، بيحصل ابزوربشن عالي. وعندي بعد كده بس الباند اللي هي قبل ال 3000 على طول، اللي هي بتاعت ال H كاربون اس بي 3. طيب ده كلام جميل. اخد بالي بقى ان لو انا عندي الكيتون الكربون الجروب دي خارجه من حلقه، كل ما حجم الحلقه بيصغر كل ما الرقم بيزيد، لان الرابطه بتبقى اقوى بسبب الرينج سترين اللي بيحصل. فتلاحظ ده كده مثلا حلقه سداسيه رينج بتاعها بيبقى رينج طبيعي خالص ومفيش مشكله، حلقه خماسيه رقم زاد شويه، حلقه رباعيه الرقم زاد اكتر بكتير. وطبعا الكونجيجيشن زي ما اتفقنا الكونجيجيشن ده بيضعف الرابطه من 20 ل 40 تقريبا، فتلاقي هنا شايف كانت 1702 لما عملنا كونجيجيشن قلت لحد 1660 تقريبا، دي كانت 1714 بالكونجيجيشن ده هو قللها حوالي 30، وهنا نفس الكلام قلت حوالي 40 وهكذا. يعني بتقل الكونجيجيشن بيخلي الرقم يقل من 20 ل 40 تقريبا. طب ما تيجي نبص على الالدهايد ده. ده بيوترالدهايد، اربع ذرات كربون والفانكشنال جروب الاساسيه مجموعه الدهايد. طيب الالدهايد احنا مذاكرينه ان هو عند 1725 تقريبا، طالع عند 1720. طيب ما هو ال 1720 دي لو تلاحظ كده ما هي طالعه في النص ما بين ال 1715 و 1725. يا دكتور طب انا اخدها ناحيه مين؟ اخدها ناحيه الالدهايد واعتبرها الدهايد، يعني اعتبرها 1725، ولا اخدها ناحيه الكيتون واعتبرها كيتون اللي هو ناحيه ال 1715؟ علشان كده ركزت لك انا واتكيت قوي على التو بانز اللي بيطلعوا مميزين في الالدهايد، السي اتش ستريتش بتاع مجموعه الالدهايد ده هو اللي هو عند حوالي 2700 و2800. شايف اهم تو بانز مميزين قوي في حاله الالدهايدز عند 2700 و2800، دول غير الباند اللي هي بتاعه السي اتش ستريتشنج العاديه اللي قبل ال 3000 على طول. لا دول بيبقوا مميزين قوي في حاله مجموعه الالدهايد. فده عشان يبقى فرق واضح عندي بين الكاربونال
جروب وما بين بتاعت الالدهايد اسف وبتاعت الكيتو. طب ده مثال تاني على الالدهايد تاني اللي هو شارت تانية من جهاز تاني برضو نفس الالدهايد اللي هو اسف هو نفس الالدهايد اللي هو بترالدهايد بس جهاز تاني. انا عايز اقول لك عشان كده ان هو الارقام ما هياش بتبقى بالظبط، يعني شايف هنا الكربون الجروب طلعت مثلا عند كام 1731 عادي خلاص مفيش مشكله within range 1725 الرينج الاصلي بتاعي او اللي هو زي ما الكتاب بيقول عادي مفيش مشكله 1731. اتاكد منين؟ اهو من التو بانز المميزين قوي التوام دول اللي هم طالعين عند 2700 تقريبا و2800 بغير اللي هي اللي قبل ال 3000 على طول بتاعت مين؟ بتاعت سي اتش الكايل. طيب ده كده بنزالدهايد. طب البنزالدهايد ده فيه كربونال جروب برضه بس حضرتك لو تلاحظ هتلاقي الكربونال جروب دي ما هي كونجيوجيتد مع حاله البنزين، بص كده دبل سنجل دبل اهو. يعني اذا هنا كونجيوجيتد مع حاله البنزين يبقى رقمها هيبقى 1725 برضه ولا هتقل بقيمه من 20 ل 40 تقريبا؟ طبعا هتقل. شايف ظاهره عند كام؟ اهي 1696. بسبب ايه؟ بسبب الكونجيجيشن اللي حصل ما بين الكربون الجروب ده هي وما بين حلقه البنزين. طيب التو بي اكس اللي عند 2700 و2800 هم زي الفل هم. طيب ما في عندي هنا اللي هي الهيدروجين اللي متصله باس بي 3 كربون؟ لا ما فيش اصلا اس بي 3 كربون، ما فيش حاجه هنا على طول قبل ال 3000، لكن في هيدروجين متصله باس بي 2 كربون اللي هي على طول بعد ال 3000 اهي. شايف ظهر عند 3073 اهي. كلام جميل. طب ده كاربوكسيليك اسيد اللي هو الهيكسانايك اسيد. احنا كنا قلنا ان القيمه الكتابيه يعني او القيمه اللي هي الايديال بتاعت الكربون الجروب بتاعت الكاربوكسيليك اسيد 1710 تقريبا. شايف حركة طالعة عند كام اهي؟ 1711. حلو قوي. وقلنا هي ليه كده؟ هي كده علشان الهيدروجين بوندنج اهو. ده جزيء من الاسيد وده جزيء تاني. اهو الهيدروجين بتاع الاسيد ده اللي على اليمين عامل هيدروجين بوند مع الاكسجين كربونايل الجزيء اللي على الشمال. وبرضه في نفس الوقت الاكسجين بتاعت الكربون اللي الجزيء اللي على اليمين عاملة هيدروجين بوند مع بروتون الهيدروكسيل بتاع الاسيد اللي على الشمال. فعلشان الهيدروجين بونز ده هي قلنا ده بيضعف الرابطه الباي ده اهي، فعشان كده هي ظهرت عند 1710 ما ظهرتش مثلا على 1740 ولا 1750. الحاجه الثانيه كمان قلنا ان الاو اتش كده بتبقى برود باند وبتبقى اوسع كمان من الالكول. الالكول كان كل او اتش بتعمل هيدروجين بوند واحده بس، لكن هنا الاو اتش بتاعت يعني الاو اتش هنا بتعمل هيدروجين بوند يعني مع الكربونال دي كل جزيئين مع بعض عاملين 2 هيدروجين بونز. عشان كده الاو اتش بتبقى ايفن برودر عن مين؟ عن بتاعه الالكول يعني. فهنا بص شايف حضرتك البيك الحلوه كده بتاعه الاو اتش اهي، شايف طالعه كام؟ ده ماسكه تقريبا من 2500 يمكن ولا لحد 2000 لحد 3300 ولا حاجه. شايف الباند واضحه ازاي؟ طب امال ايه دول؟ معلش ده في حاجه كده تحس ان هي يعني ايه، تحس ان البند هي كده بس دول حاجه جايين من وراها من تحتها متداريين بيها. اه عادي خالص، ده دول بتوع الاتش سي، بتوع الاتش سي بتاعت الاس بي 3 اهم ظاهرين عادي خالص قبل ال 3000 على طول اهو. طب والكربونايل قلناها 1711، يبقى ده مثال على الاسيدز. طب نشوف مثال على الامايد CH3 CH2 CH2 CO NH2. قبل ما ابص على الشارت انا اتوقع كده هلاقي ان في الاتش كربون اس بي 3 اللي هي قبل ال 3000 على طول، هلاقي الكربون اللي بتاعه الامايند اللي هي اقل واحده فيهم قبل ال 1800، هلاقي التو سبايكس بتاعه ال NH2 في رينج ال 3300 تو سبايكس. تعال نبص كده بقى الكلام اللي انا قلته ده مظبوط ولا لا. ادي من بعد ال 1500 اهو، شايف كربون الجروب ظاهره فين؟ ظاهره تقريبا عند 1650. حلو جميل، المهم انها اقل من 1680 تمام. طيب الهيدروجين والكربون الاس بي 3 اللي هم زي الهيدروجينز مع الكربون دي او الهيدروجين مع الكربون دي او مع دي قبل ال 3000 على طول اهو. طب الان اتش اللي باتنين سبايكس اهي، شايف ظاهره تقريبا عند 3300 اهي. وقلنا التو سبايكس ليه؟ علشان سيمتريك واي سيمتريك ستريتش.
فاضل اخر حاجه اللي هي كربون نيتروجين، وقلنا كربون نيتروجين سنجل ده في الفينجر برينت ريجن، طيب مالناش دعوه بيه. طيب امال الكربون نيتروجين دبل بوند ده اللي هو تقريبا بيبقى 1660 تقريبا، مثلا كربون نيتروجين تريبل بوند اللي هو عند حوالي 2200، وطبعا ده بيبقى مميز قوي. فلو جينا نشوف مثلا مثال على النيتريل مركب زي البيترو نيتريل اهو، برضه هتلاقي فيه الاتش كربون اللي قبل ال 3000 على طول حفظناها خلاص، هتلاقي فيه السي تريبل بوند ان اهي ظاهرة عند حوالي 2250، مميزة جدا شارب بيك وبتبقى واضحة قوي اللي هي بتاعة النيتريل جروب. مراجعة سريعة كده بسرعة خالص على الكلام اللي احنا قلناه قبل ما ندخل بقى في شوية امثلة كده نحلها مع بعض. اتفقنا الشارت بتاعت الاي ار fingerprint region اللي هي صعب ان احنا نترجمها وصعب ان احنا نقراها، تشمل السنجل بونز بتاعت الكربون، كربون 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 اكسجين كربون نيتروجين. يجي بعد كده منطقه الدبل بونز اللي هي من 1650 تقريبا لحد 1850، كربون كربون دبل بوند، كربون اكسجين دبل بوند، كربون نيتروجين دبل بوند. بعد كده منطقه التريبل بوند اللي من 2100 ل 2300 تقريبا، وبعدين منطقه الهيدروجين زد او هيدروجين نيتروجين هيدروجين اكسجين هيدروجين كربون، وشفناهم كلهم بالتفصيل عاملين ازاي. تعال نبص المثال ده كده مع بعض ونشوف نحله ازاي. هو مديني شارت وبيقول لي تفتكر الشارت دي بتاعت انهي مركب من الثلاثة دول، وده طبعا يعني اكيد هيجي لك في الامتحان حاجات زي كده يعني. تعال نبص يا سيدي نشوف الشارت من بعد ال 1500، احنا اتفقنا قبل ال 1500 ده يعني صعب عليك قوي الترجمه، خلاص من بعد ال 1500 دايجنوستيك ريجن. اولا شايف قبل ال 3000 اهو اللي هي اتش مع كربون اس بي 3، حلو الكلام مفيش فيها مشكله. طب وفي عند حوالي 3300 برود باند، برود باند دي اللي هي كانت بتاعه مين؟ الاو اتش بتاعه الالكول، لو حضرتك فاكر كده او اتش بتاعه الالكول. طيب او اتش بتاعت الكول، بص هنا كده اولا هنا ان اتش 2، طب هل هنا في عندي باند ب 2 سبايكس؟ لا مفيش، يبقى ده لا مش هو ده. طيب شوف هنا المركب ده كربوكسيليك اسيد، يعني هتبقى الاو اتش برود اكتر من كده شويه، وكمان هيبقى في عندي باند عند 1710 تقريبا بتاعت الكربونيل، ما هي مش موجوده، يبقى طبعا مفيش قدامي اللي هو ده اللي هو المركب الوحيد اللي فيه او اتش فقط بالاضافه للاتش كاربونز الاس بي 3. طب نشوف مثال تاني. هنا مركب اهو من بعد ال 1500 في عندي ثلاث انواع من البيكس. لو جيت تبص معايا وركز معايا كده هتلاقي هنا دي 1500، هنا دي 1600، تقريبا حاجه ظاهره عند 1600 وشويه، 1600 وحاجه كده. وبعدين في عندي حاجة ظاهرة قبل ال 3000 على طول اللي هي بتاعة الهيدروجينز مع الكربون الـ SP3، ولو رصيت كده هتلاقي الباند اهي ظاهرة بعد ال 3000 على طول، اهي بعد ال 3000 على طول اللي هي بتاعة هيدروجين مع SP2 كربون. يبقى دول المعلومات اللي أنا طلعتها من الشارت. تعال نبص كده مع بعض المعلومات دي تنفع أنهي ستراكشر من الثلاثة اللي فوق. طيب الاستراكشر ده أول حاجة في كربون الجروب، كربون الجروب دي بتاعت ايه؟ كيتون ولا الدهايد ولا استر ولا ايه؟ لا ده كيتون. يعني المفروض عند كام؟ 1715. طب في حاجه عند 1715؟ لا مفيش. متشكر جدا. مش هو ده. طيب هنا المركب ده في كربون كربون تريبل بوند؟ اه ده كربون كربون تريبل بوند وترمينال، يعني المفروض تظهر عند حوالي 2000 و 160 2200 في الرينج ده كده يعني. طب هنا موجود في حاجه في الرينج ده؟ مفيش، يبقى خلاص مش هو ده، شكرا. طب ما تيجي نشوف المركب ده كده، في دبل بوند اهي كربون كربون دبل بوند اللي هي ايزوليتد ولا كونجوجيتد؟ لا ايزوليتد، اللي هي عند حوالي كنا بنقول 1640 ولا 1650، اهي مظبوط كده، دي تقريبا عند 1650. طيب البروتون بتاعها اللي شبك على الكربون دي الاس بي 2، والبروتون الثاني اللي شبك على الكربون الثانيه اللي هي الاس بي 2 يظهر فين؟ بعد ال 3000 على طول اهو 3100. طيب وبعدين بقيه الهيدروجينات اللي على الكربونز الثانيه اللي هم الاس بي 3 اهم قبل ال 3000 على طول. كلام جميل جدا.
طب شوف الشارت ده معايا، تتوقع كده ان الشارت ده بتاع مركب ينتمي الى كلاس ايه؟ في بيك او بند طلع هي عند 1728 1726، احنا كنا بنقول الالدهايد 1725. يا دكتور ده دي ينفع تبقى الدهايد. طب ما تفكرني كده، الالدهايد كان المفروض الاسترتشنج بتاع الاتش بتاعت مجموعه الالدهايد كان بيظهر في تو باندز التوأم اللي عند 2700 2800 تقريبا. بص كده 2700 2800 صح كده، تمام يا دكتور. يبقى دول كده مجموعه، يبقى المركب ده الدهايد والفاتيك الدهايد كمان اهو، لان في البانز بتاعت اللي هي اللي قبل ال 3000 على طول بتاعت الهيدروجين مع الكربون الاس بي 3، يبقى ده كده ايه الدهايد اهو. طيب امال الشارت دي بتاعت ايه؟ 1716 احنا خدنا في الكتاب ان 1715 دي بتاعت الكيتون، تمام. طب اتاكد كده معلش، ما يمكن يبقى الدهايد محرك شويه. لا معلش مفيش يا دكتور، هنا ال 2700 2800 لا، ده في بس اللي هي البند اللي هي بتاعت ايه بتاعت اللي هي الاتش كربون اس بي 3، مفيش عندي حاجه تانية، يبقى ده كيتون يا دكتور. طب ده 1718 حد سي بيقول لي ان هو كيتون، طب اتاكد كده ان هو مش الدهايد هنا. ما في ده 2800 2900 لا 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 لا، ده اللي هم بتوع الهيدروجين اللي قبل ال 3000 على طول بتاعه الهيدروجين مع الكربون الاس بي 3. المثال اللي بعد كده ظهر عندي باند عند 1743. طب احنا كنا خدنا الرينج اللي هو 1735 لحد 1745، ده كنا قلنا الاستر، يعني دي كربون الجروب ومرجح جدا ان هي تكون مجموعه استر. طب حضرتك تقدر يعني تجزم ان دي مجموعه استر؟ لا طبعا. انا لو انا بقول لك مدي لك مثلا تو ستراكشرز وواحد فيهم استر وواحد فيهم مثلا اسيد، وبقول لك الشارت ده بتاع مين فيهم، لا تقدر تحلف تقول والله يا دكتور ده بتاع الاسيد بتاع الاسيد بتاع الاستر. لكن هل انت بس من خلال الشارت ده تقدر تقول ان الاستراكشر بتاع المركب كذا؟ انا عارف ان هو فيه اتش كاربونز اس بي 3، يعني ما فيهوش ذرات اس بي 2 ولا اس بي 3 مثلا، يعني مثلا اصله ما ممكن يكون فيه اس بي وفي وسط المركب تكون سنترال يعني، فمش هتبان برضو عندي هنا او مش هتبان هنا برضو. لكن الفكره كلها ان هي حاجه دايجنوستيك، حاجه بس بتديني ايحاء انا ماشي صح ولا غلط، او ان انا لو بقارن بين مركبات يعني. طيب بص كده على المركب ده، في حاجة في المنطقة هنا دي كده؟ لا مفيش حاجة هنا. طيب قبل ال 1000 قبل ال 3000 في قبل ال 3000 اللي هو الاتش كربون اس بي 3. طب بص كده 3350 برود باند، شكرا على طول او اتش بتاعت الكول، خلاص بقينا حافظينها تمام. طيب ست مركبات فوق اهو، لو سمحت عايزك تعال نفكر مع بعض كده، الشارت دي بتاعت انهي مركب من الست؟ شايف حاطط لي هنا عند 1650 تقريبا كربون كربون دبل بوند، وحاطط لي قبل ال 3000 بتوع الاتش اللي هم الاس بي 3، وبعد ال 3000 بتاعه الاتش مع الكربون الاس بي 2، يعني احنا الكلام على الكين، الكلام على الكين، لا عندي كربون الجروب ولا عندي او اتش جروب. طب مين في دول كده الكين؟ لا هنا ده في كربون ده الدهايد مش هينفع. طب هنا في او اتش؟ لا شكرا مفيش عندي البرود باند بتاعت الاو اتش. طيب هنا ده ما فيهوش دبل بوند، هنا ايوه 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 الكين اهو ينفع ده. طب تعال نكمل بقيه المركبات، هنا لا ده هنا حلقه بنزين، وهنا في كربون كمان كونجوجيتد، لا المفروض تقريبا يعني في رينج 1600 وكام ومثلا و80 و70 لا مش موجوده برضو ماشي. طب هنا لا ده كربون الكيتون اللي هي بتاعه ال 1715 مش مينفعش. يبقى هو الوحيد اللي بيبقى منطبق معانا هنا مين؟ هو مركب رقم سي اللي هو الالكين. طيب الشارت دي انهي مركب؟ سي او ظهر عند حوالي 1700 وشويه، حلو، وقبل ال 3000
اللي هي بتاعه السي اتش ستريتش. طيب يبقى انا الكلام الف وبعد ال 1700 على طول اللي هو بنقول يا كيتون يا الدهايد. طب كنت بفصل بينهم ازاي؟ بفصل بينهم باللي بيظهروا كده ال 2700 توأم 2700 2800 موجودين؟ لا مش موجودين، يبقى ده كيتون. طيب مين في دول يمشي كيتون؟ وهل الكيتون كونجوجيتد ولا مش كونجوجيتد؟ لا طبعا ده 1700 شويه يبقى مش كونجوجيتد. كيتون يعني مفيش اي رابطه دبل كونجوجيتد مع الكربون الجروب. طب ده كيتون؟ لا ده الدهايد، وكان المفروض يظهر البيكس بتاعته الالدهايد ده. لا مفيش الاو اتش ومفيش كربون اصلا. طب ده؟ لا. طب ده الكين لسه قايلينه. طب ده كي كربون الجروب وكونجوجيتد؟ لا ده المفروض تظهر قبل ال 1700 اصلا، ما ينفعش. ده غير كمان ان الاتش بتاعت الاس بي 2 ده هي بعد ال 3000 مش موجوده. امال مين الوحيد اللي ينطبق عليه المركب رقم ايه؟ هو ده اللي منطبق عليه الكلام بتاعنا. بعد كده الشارت دي تعال نشوف هي تمشي مع مين. طيب قبل ال 3000 فيه يبقى اتش الكربون الاس بي 3 كويس. طيب هنا في او اتش برود باند اهي بتاعت او اتش، ودي شكلها او اتش بتاعت الكول ولا اسيد؟ لا مفيش اولا كربون اللي بتاعت اسيد، غير ان هي بتبقى ده اضيق شويه دي بتاعت الكول. تعال نبص كده مين في المركبات دي كلها فيها او اتش الكوليك. هو المركب رقم اي هو الوحيد اللي فيه الاو اتش الكوليك. تمام كده. طيب المركب ده مثلا ده بنتانون، هل ماشي مع الشارت ولا لا؟ شايف البيكا هي بتاعت الكربون الكومباوند بتاعت الكربون الجروب اسف 1716 مظبوط، واللي قبل ال 3000 اللي هم بتوع الهيدروجينات اللي على الكربونات الاس بي 3. طب المركب ده الكحول هل منطبق مع الشارت؟ ايوه قبل ال 3000 اهو اللي هم بتوع الهيدروجين مع الكربونز الاس بي 3 والبرود باند الجميله اللي عند ال 3300 تقريبا اللي هي بتاعه الاو اتش. طبعا هي مش عند ال 3300 لا، ده هي بتبقى الرينج بتاعها من حوالي 3000 ل 3500، بس احنا بنقول مجازا يعني ان البيك بتاعتها يعني عند ال 3300 بس كده. بكده يبقى احنا تقريبا خلصنا كل حاجه في الاي ار، واحنا ان شاء الله دلوقتي قادرين نحل كل الاسئله تقريبا اللي هنقابلها في الاي ار. يا رب ان شاء الله تكونوا فهمتوا كويس، ونتقابل ان شاء الله في الجزء الجاي على خير. شكرا جزيلا.